بتنظيم أهلي من مؤسسات المجتمع المدني بمدينة ودان، أقيم مهرجان السلام ليبيا بكل الألوان في دورته التاسعة، والذي يقام بشكل ثابت في تاريخ 10 أكتوبر من كل عام منذ انطلاقته للمرة الأولى قبل 9 أعوام. المهرجان يدعو إلى السلام ونبذ الخلاف بين الإخوة الليبيين بشتى انتماءاتهم وميولاتهم السياسية كانت أو الحزبية والجهوية، ويقام في عدة مدن ليبية منها مدينة ودان ببلدية الجفرة. انطلقت فعاليات مهرجان السلام ليبيا بكل الألوان الذي يقام بمدينة السلام مدينة ودان، كانت الانطلاقة بالرقص الشعبي وبالدراجات، ويصاحبه الرسم الطابشيري ولعبة الشطرنج وفقرات غنائية تراثية وغنائية عن السلام. طبعا مهرجان السلام هذه لدورته التاسعة في كل شهر 10. هذه الدورة اشتملت على عرض للدراجات للأطفال، وكذلك الرسم على الأرصفة والطرقات العامة، وعرض فني موسيقي شعبي لكورال الأطفال بمدينة ودان. كما كانت هناك مشاركة لناشئي لعبة الشطرنج بنادي القلعة ليكون منشطا ويوما للرياضة والموسيقى والرسم والفن بأنواعه، تعبيرا من الأطفال عن طموحهم وأمانيهم بأن يكون الوطن أكثر هدوءا وأرضا خصبة للإبداع في سلام وهناء.